كيف تعرفتي على كارلو؟ مثل العادة هيك لقاءات، مثل تتبع الأثر. أثر شو؟ القوة، المصاري، بتبلش تلحقها وهي بتاخدك لعندها. القوة والمصاري؟ ليش ضحكت؟ ما شاء الله اثنيناتهم عنا منهم قد ما بدك. مدام هيك شو إلك شغل بمصلحتنا؟ والله يمكن جلدي عم يحكني، يا أني عم دور على المصايب دوارة. يمكن. تعرفي أنا بصغري كنت بحب الحياية كتير. الحياية؟ مو منطقتنا شو؟ الناس بالصيف بتعوف حالها، الحية الظهريات بتتخبى بالفي وبالليل بتطلع على الساحة، وأنا كنت أعرف وين وكر الحية، ومن شطارتي كنت أستنى بالساعات لحتى تطلع الحية من وكرة، بس تطلع كنت دق برقبتها. وأختي زينو كان يطير عقلها من خوفها لشي يوم تعضني الحية وموت. شافتني ما عم بفهم بالحكي، مسكتني من ايدي واخدتني على الشيخ ليرقيني. كيف يعني يرقيك؟ نوع من اللقاح، واحد ختيار بيسقيكي مي وبيقرا شغلات وبينفخ عليكي. ليلة اللي اخدتني لعنده عضتني الحية اول مرة، وكانت حية كتير سامة. وبعدين؟ ولا حسيت فيها. يوميتا لو ما كانت اختي اخذتني على الشيخ كنت متت. هلا منين خطرت لك هالحكايه؟ ما بعرف. ما بسمح لك تكون نقطه سودا بهالعيله حقي، ما بسمح لك. يا ترى لازمني رقيه من جديد؟ اختك بتهمك كثير؟ سكري على الموضوع. كاسك. والأغرب من كل شيء بهالموضوع، في بنت بحبها رمو بالضيعة اسمها ديلان، ما قدروا يتزوجوا بسبب المهر. رمو وعد عيلة البنت يجيب مصاري المهر ليلة اليوم اللي انقتل فيه. انت منين عرفتي؟ الصبح رحنا لهنيك أنا وماما زينو. انتو كيف تتجرأوا تروحوا لهنيك لحالكم؟ شو لكم شغل بمحل ما بتعرفون؟ عطونا خبر لنبعث معكم شي زلمة. شو انتو بدكم تجيبوا لي جلطة؟ والله غريب. تصبحي على خير. لوين؟ لمحل ما عم روح. لا تروح. وشو رح يصير؟ خليك هون، منحضن بعضنا ومننام. ذكريني بكره اجيب لك شي دبدوب صغير تحضنيه. سيد. بلاها احسن ايدال، بحضنك وبشم ريحتك، وإذا شميت ريحتك بيطير عقلي، وبعدها بيخطر لي شغلات تانية، ووقتها رح ضل اتقلب للصبح وأنتي مانك حاسة فيني. دكتورة قالت إنه صرنا أحسن. إن شاء الله. يلا تصبح على خير. خلصينا بقى يا دكتورة، خلصينا. حاجة بقى. عايشة؟ سيد! سيد! عايشة؟ خير؟ شو في بهالوقت؟ إيدا؟ خير أختي؟ لا تشغلوا بالكم، ما في شي.
يا حرام، في مكنة تعطلت عند زوجي بالورشة، والمسكين اضطر يطلع بهالليل على العنطاب ليصلحها. والله أنا كنت رح أموت من الخوف لحالي، جبت هالولاد وإجيت لعندكم، رح يموتوا من النعاس يقبروني. أنا هلا بنيمون. يلا يا أولاد تعوا معي، يلا يلا. عيشة فوتي لجوا. مين عم ينام هون؟ أنا أخذ برد وحاسس حالي مقرب، ومشان ما أعطيها لإيدال قلت بنام هون. على مين عم تكذب؟ لساتها ما عم تنامك جنبها؟ شو هالمرة هاي؟ أختي على مهلي. إيه طفل منك إلها، الحق على اللي عم يتدخل. شو رأيك أستاذي؟ ما قلنا بكرة رجاء آغا؟ قولي اللي بدك تقوليه بكرة، أنا عم بستنى على نار. قولي لك شي كلمة تريحني، تكسبي حسنة. في صوت جوات يا رجاء آغا، وهالصوت عم بيقلي نحن قدام إنسان متهم بجريمة قتل ومو حابب يطلع منها. يعني ابنك؟ يعني صدقتي إنه بريء؟ ممكن. رح تقبلي الدعوة؟ مو ليجي بكرة بالأول؟ مفهوم، أنت قبلتي الدعوة، بس يعني ما بصير إلا ما تحرقصينا للصبح. لا تتحرقص رجاء آغا، نام وأنت مرتاح، منحكي، تصبح على خير. وأنت بخير. صباح الخير ست زليخة، أهلا وسهلا. أهلين، بدي تغير لي الدواليب. بس بأول الشتاء غيرناهن. مو عاجبيني، بدي دواليب أطرى منه. من نفس الماركة؟ لا، ماركة تانية. إدماني وراني؟ غيرن كلهم. مثل ما بدك، تفضل اشربي شاي لبين ما غيرهم. بس بمكان الحادث في اثر لدواليب سياره تاني. قربتي